انا كنت حلفت مره على زوجتي، وانا لحد ما عادش بعملها والله يا شيخ، ما ده الكلام ده كان من زمان والله، بطلته الحمد لله. لكن انا كنت حلفت عليها مره، كان في خناق مشاده يعني كلاميه، فشتمتني بكلمه، فقلت لها لو قلت لي الكلمه دي تاني تبقى طالق. وقعدت احذرها، قلت لها خلي بالك لو قلت لي الكلمه دي تاني، قلت لها عدت جمله كده مره عشان افهمها ان ما تقولش كلمه تاني كتحذير، قلت لها عاد كده يعني عشان الكلمه دي ما تقلش تاني. وانت قصدك تطلق ولا قصدك يعني تهدد؟ دي انا والله يا شيخ عمال احسبها مع نفسي. انا اياميها انا كنت زعلان، تضربت، سالوني نفس السؤال، قلت لهم انا تقريبا كنت بهدد عشان ما خلاص تقولهاش تاني. سنبني على نحلمها سنبني على شيخنا. سنبني على الغالب من أحوال الناس في هذا الباب، وغالب أحوالهم أن التهديد أو الحث على فعل شيء أو ترك شيء. هي ما قالتليش الكلمة، لكن هي بتقول، هي المشكلة هي ما الحمد لله ما قالتهاش تقريبا يعني، بس هي بتقول لي إيه انت قصدك ان انا ما اقولش كلمة كذا؟ قلت لها يبقى انت كده قلتيه لا ده انت راجل موسوس محتاج الضرب. يعني، لو قالت لي الكلمة دي عادي ما فيش فيها مشكلة. خلاص ما فيش فيها مشكلة، ما فيش مشكلة. شكرا شكرا، جزاك الله وتريد خير يا تخلص شيخ. من القصة أصلا، كفر كفارة يمين وخلصنا. خلاص ماشي، حاضر يا شيخ، حاضر حاضر، شكرا شكرا. الله يسلمك.